حتى نسوي كيك اسفنجي درجة أولى ممتاز جدا جدا. أول شي راح نجيب كوبين وربع من الطحين، ربع كوب من الخميرة، راح نخلي نص خاشوقة كبيرة بيكنج باودر، راح ننخل المكونات 5 مرات، كرر العملية طبعا. بعدين راح نجيب 5 بيضات، خلي عليها خاشوقة كبيرة من المحسن. حتى تسألوني شو المحسن اللي استخدمته، هذا المحسن. بعدين راح اخلي نكهة الهيل، راح اخلي عصرة ليمون، واخلي كوب وربع من الشكر، 3/4 كوب من المي، يفضل يكون بارد هيل افضل. راح نبدي نخلط، نظل نخلط لما نحصل على هذا القوام. بعدين راح نبدي نضيف الطحين على 4 دفعات او 5 بكيفكم يعني. راح نبقى مستمرين بالخلط حتى نحصل على هذا القوام مثل ما تشوفون. بعدين جدرية تقريبا مقاسها 20 القطر وارتفاع 15 سنتيم، راح اخلي الخليط، راح بالسباتشولا ابعج زين. بعدين على الفرن على انصى شي، طبعا حامل الفرن، راح ياخذ 2 ساعة إلا ربع وتكون هذه النتيجة. مثل ما تشوفون هذه الكيكة مالتنا بعد ما طلعناها. راح نشيل ورق الزبدة، أكيد راح نذبحها ونشوف القوام مالها. طبعا مثل ما تشوفون ما شاء الله قوام ممتاز جدا جدا، هشة جدا مثل القطن. مثل ما تشوفون خلصنا الكيكة مالتنا، شايفين شلون اسفنجية وقطنية خرافية شعلاتها. طبعا بعض الملاحظات اللي لازم ناخذها قبل ما نسوي الكيك، اول شغله نوعيه الطحين، كل ما كان الطحين صفر وخفيف يكون افضل. انصحكم باستخدام طحين رحمه متوفر يعني كيلوات، ممتاز جدا في الشغلات. بالنسبه اللي يستخدم محسن لازم يشوف المحسن هل هو مخزون بطريقه زينه ولا لا، واللون ماله هو اللي يحكم. يعني اذا كان شفاف حيل فهو زين، واذا كان لونه وشكله يعني ابيض غامق مثل دهن الفازلين يصير تقريبا واثقل بشوي، فهذا من سهل. وشغله ثالثه البيكنج باودر، يعني اكو نوعيات زينه واكو لا. عموما هذه بعض الملاحظات اللي ممكن من خلالها نسوي كيك اسفنجي بشكل ممتاز جدا جدا. اخذوا بيها وان شاء الله يصير عندكم احسن كيك. هنا سوينا اختبار الجوده، جربوها وان شاء الله تنجح عندكم وتصير جدا ممتازه.